يا محمد، أجواء اختتام فعاليات المنتدى لهذه النسخة، إليك التفاصيل، تفضل. محمود، يعني الآن يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. هذه الأكاديمية المنوط بها تدريب الشباب من داخل مصر وخارج مصر، وكان نتاجا لمؤتمرات ومنتدى شباب العالم يعني إثقال الشباب بالمهارات وتدريب الشباب من حول العالم داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب. بعد ذلك ستكون الجلسة الختامية التي ستشهد إعلان التوصيات الخاصة بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم وما جاء على مدار الأربعة أيام من جلسات. أيضا سيكون هناك يعني حفل لإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية. هذا النصب التذكاري الذي تم تدشينه في العام 2018 من خلال النسخة الثانية من منتدى شباب العالم. هنا محمود نشير إلى أن يعني هذا اليوم الختامي استبقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعديد من الفعاليات، أبرزها اللقاءين الذي جمعهما بهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوسائل الإعلام الأجنبية الحاضرة لهنا في منتدى شباب العالم، وكذلك أيضا بشركاء التنمية من المؤسسات الدولية المختلفة. هذين اللقاءين تناول فيهما الرئيس المصري المستجدات الخاصة بالأوضاع داخل مصر، وكذلك أيضا ما يتعلق بمختلف الملفات الخارجية. تحدث خلالهما الرئيس المصري، ويعني ربما كان هذا إجابة على أسئلة من وسائل الإعلام الأجنبية التي حضرت إلى هذا اللقاء، والذي هو تقليد سنوي يحرص عليه الرئيس المصري في منتدى شباب العالم. كان يعني الأبرز ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي وتشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمسك مصر بحقوقها المائية، وكذلك أيضا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم، نظرا لأنه يعني هذا الحدث وفي ظل وجود العديد من الأطراف الدولية. أراد الرئيس السيسي التأكيد على هذا الأمر بأن مصر وفقا للمؤشرات الدولية تعاني من الفقر المائي، وبالتالي لديها التمسك كامل بحقوقها المائية. كذلك تطرق الرئيس السيسي إلى مختلف الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بالسودان، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة يعني أن يكون هناك تفاهم ما بين الأطراف السودانية لعدم انزلاق السودان إلى سيناريو الفوضى، وضرورة اتفاق الأطراف السودانية فيما بينهما يعني الخروج من تلك الفترة الانتقالية بشكل يرضي تطلعات الشعب السوداني. كذلك أيضا ما يتعلق بدعم الحلول السياسية في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا. وهنا أشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر على أن تكون طرفا في أي اتفاقات تتعلق بالتهدئة في اليمن والاستفادة من التجربة المصرية خلال الفترة المقبلة. كذلك أيضا كانت هناك الإشارة إلى الإجراءات والجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تزامنا مع المشروعات القومية المختلفة التي قامت بها. نعم محمد، شكرا لك. والتي تخطت تكلفتها 6 تريليون جنيه. نعم، أشكرك جزيلا وعذرا للمقاطعة، محمد الحمراوي مراسل الغد من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.